أعزائي طلبة الطلبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بيكم. خلاص بقى قربنا على الامتحان وبنحل مع بعض الامتحان 14 من كتاب بوكلت برافو. يلا مع بعض نبدأ على طول. Le week-end dernier, Marc et Jean sont allés à Amsterdam en bus. في أجازة نهاية الأسبوع الماضية، جون ومارك ذهبوا إلى أمستردام بالباص. Ils sont partis le vendredi soir de Paris. يعني هم رحلوا أو ذهبوا يعني إلى يوم الجمعة مساء من باريس. Ils sont passés وقضوا par عفوا مش قضوا ومروا على لا بلجيك مروا على بلجيكا. Et ils sont arrivés ووصلوا le samedi matin vers 7h يوم السبت صباحا حوالي الساعة 7. Ils ont été un peu fatigué. Ils ont été يعني هم كانوا خلي بالك été ده الفيرب اتر في الباسي كومبوزي في اسم المفعول. Un peu fatigué parce que le car n'a pas été très confortable لان السيارة الكار يعني العربية ما كانتش مريحة جدا. Mais l'ambiance a été très sympathique. L'ambiance هنا كلمة ambiance يعني الأجواء، بيقول لك يعني لكن الأجواء كانت سمباتيك كانت رائعة. Ils sont allés au musée Van Gogh يعني هم ذهبوا إلى متحف فان جوج. متحف فان جوج ده فان جوج ده مين؟ ده فنان أو رسام عالمي، إحنا بنقوله بالعربي فان جوخ، هو اسمه فان جوج. و ils sont restés toute la journée حيث كانوا في المتحف يعني طول الجورني طول النهار. ديمانش يوم الاحد ils se sont promenés هم تنزهوا en bateau في المركب sur les canaux على القنوات. كلمة كانو جمع كانال يعني قناة يعني قنوات مائية. هم ركبوا مركب وراحوا اتفسحوا في القنوات المائية دي. سي مانيفيك هذا رائع. Le rendez-vous pour le départ a été à 22h30 يعني الميعاد بتاع الرحيل بقى المشي الساعة 22:30. 22 دي اللي هي كام؟ اللي هي الساعة 10:10 devant la gare أمام المحطة. مي خلي بالك محطة القطار. مي 6 personnes sont arrivées لكن 6 أشخاص وصلوا en retard متأخرين. Et le bus est parti à 23h30 والباص مشي الساعة 11:30. Ils sont arrivés à Paris lundi matin à 7h وهم وصلوا إلى باريس يوم الاثنين الصبح الساعة 7. Marc est allé directement à son cours de biologie. مارك ذهب مباشرة بقى لما رجع بقى من الرحلة دي إلى محاضرة البيولوجي بتاعته اللي هي الأحياء. إي جون إيتا لي سكوشي وجون ذهب لينام. إل أ إيتي مور دو فاتيج. مور يعني ميت يا أولاد. مور دو فاتيج يعني ميت ميت من التعب. السؤال الأول مارك إي جون أون بخي نقط بور ألي أ أمستردام. مارك وجون أخدوا إيه علشان يروحوا أمستردام؟ في أول سطر على طول هتلاقي إن هما أخدوا الباص. الباص. السؤال التاني مارك إي جون سونت أريفي أ أمستردام. مارك وجون ذهبوا أو وصلوا إلى أمستردام. إمتى بقى وصلوا؟ وصلوا لو ساميدي ماتان فير 6h يوم السبت صباحا حوالي الساعة 7. هتلاقيها في الوثيقة بس مش هينفع اوريها لكم علشان نجري شوية. طيب يبقى يوم ايه؟ يوم السبت صباحا حوالي الساعة 7. عندنا مين؟ عندنا السبت نختارها. مارك اي جون نو سون با بارتي الور يعني مارك وجون ما رحلوش في الميعاد. ليه بقى؟ أكوز دو موفي تون بسبب الطقس السيء ولا أكوز دو روتار دو كيلكو فواياجور؟ هي دي بسبب تأخير بعض الفواياجور المسافرين. خلي بالك المسافرين دول ما قالش عليهم مسافرين في الوثيقة، قال عليهم بيرسون أشخاص. أشخاص هي مسافرين عادي، فأنت خليك إيه نبيه كده تختار ب.
سؤال الرابع، لاندي متى؟ يوم الاثنين صباحا جون عمل ايه؟ طب يوم الاثنين صباحا ده حصل فيه ايه في الوثيقة؟ هقول لك، يوم الاثنين صباحا وصولهم مرة اخرى الى باريس، وصلوا الساعة 7 صباحا، فجون عمل ايه ساعتها؟ جون كان ميت من التعب فذهب لينام. تعال بقى نشوف الاختيارات، افي دو باتو، ركب مركب، ولا ايطالي سكوشي؟ هي دي، ذهب سكوشي لينام، مارك ذهب لينام، جون بقى راح محاضرة البيولوجي بتاعته. السؤال الخامس، ابخي لو فواياج، بعد الرحلة مارك ايطالي، مارك ذهب لايه؟ طبعا ذهب الى المحاضرة بتاعته، سون كور، الى المحاضرة بتاعته. Pour revenir à Paris, للعودة إلى باريس, ces personnes se sont rencontrées devant. الأشخاص دي اتقابلت أمام، أمام إيه؟ أمام محطة القطار اللي هي لا جار، موجودة عندك في الوثيقة. الوثيقة الثانية، لا نوفيل كابيتال أدمينستراتيف، واو 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 على الوثيقة دي، رائعة، مهمة جدا. العاصمة الإدارية الجديدة. تخيل. تخيل حدث مهم زي كده ممكن يجي لك في الامتحان، وثيقة في غاية الأهمية من قبل ما أراها. Depuis 2006 منذ 2016 on a commencé à construire la nouvelle capitale égyptienne. يعني بدأنا في إنشاء، كونستروير يعني بناء أو إنشاء العاصمة الإدارية، العاصمة الجديدة المصرية. Cette capitale est située à environ 45 كيلومتر à l'est du Caire. يعني هذه العاصمة تقع على بعد حوالي 45 كيلو شرق القاهرة. ست أني في هذه السنة لو كونسي دي مينيستر، مجلس الوزراء أغاب العربي، دي تيليكوميونيكاسيون، للاتصالات، اي دي تكنولوجي، والتكنولوجيا دو لانفورماسيون، المعلوماتية أو تكنولوجيا الحاسبات، ا شوازي لا نوفيل كابيتال ادمنستراتيف، يعني مجلس الوزراء ده اختار ا شوازي العاصمه لا نوفيل كابيتال ادمنستراتيف، الاداريه الجديده، كوم كابيتال نوميريك، انها عاصمه رقميه، تمام، يعني كل حاجه فيها تكنولوجيه. Le ministre égyptien des télécommunications a expliqué que ce choix va attirer l'attention des directeurs des entreprises internationales sur la capitale administrative qui utilise dans ses services des systèmes numériques modernes. Wow, كل ده. بيقول لك إن الوزير المصري بتاع الاتصالات شرح أن هذا الاختيار سوف يجذب انتباه مديري الشركات العالمية أو الدولية للعاصمة الإدارية التي تستخدم في خدماتها أنظمة رقمية حديثة، تمام؟ Le ministre a ajouté. Ajouté يعني أضاف، وأضاف الوزير que l'Égypte a progressé dans le classement mondial de la place 111. يعني بيقول لك ان الوزير يعني بيقول لك ان الوزير اضاف ان مصر تقدمت في التصنيف العالمي من المكان ال100 او المركز ال111 الى المركز ال56 جراس او جراند ديفور، بفضل الجهود الكبيره جوفرنمونتو الحكوميه دون لو دومين دو لا تكنولوجي، في مجال التكنولوجيا، اي دو لا نوميريزاسيون، في مجال التكنولوجيا والمجال النوميريزاسيون اللي هو الرقمي. اسئله، لا نوفيل كابيتال ادمنستراتيف بريزونت سي سيرفيس، يعني العاصمه الاداريه الجديده تقدم خدماتها لمين بقى؟ اوزون دافير، لرجال الاعمال، ولا او مينيستر اغاب، للوزراء العرب، ولا اوز ابيتون دو كير، لسكان القاهره، ولا اوز ايجيبسيان سولمون، يعني للمصريين فقط. خلي بالك ده سؤال قوي، سؤال قوي جدا. العاصمه الاداريه تقدم خدماتها لمين؟ طب هنا ما جاتش بالظبط، يعني هل مثلا لرجال الاعمال فقط؟ هل للوزراء؟
هل للمصريين؟ هل لسكان القاهرة؟ واحدة واحدة. أنا هجاوب هقول إيه؟ هقول أوزون دافاع لرجال الأعمال. وشوف أنا هستند على إيه في الرأي بتاعي. ارجع للوثيقة، بيقول لك هنا إن مجلس الوزراء العرب اللي هم، بيقول لك هنا إن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والتكنولوجيا اختاروا إن العاصمة الإدارية تكون كابيتال نوميريك، عاصمة رقمية. والوزير المصري قال إيه بقى؟ إن هذا الاختيار سوف يجذب الديريكتور اللي هم مديرين الشركات الدولية. ليه يجذبهم؟ لمين؟ للعاصمة الإدارية. ليه بقى؟ العاصمة دي بتستخدم أنظمة رقمية حديثة، مديرين الشركات هم أم دفار، رجال أعمال، رجال أعمال، تمام؟ هي دي النقطة الوحيدة اللي واضحة في الوثيقة، إن العاصمة الإدارية هتخدمهم. طبعا هتقول لي طب ما العاصمة الإدارية فيها مساكن، يعني بتخدم سكان، يعني بتخدم مصريين. أقول لك ماشي، بس هل جت في الوثيقة؟ أنا مرتبط دلوقتي بالوثيقة. مين اللي في الاختيارات يشبه الوثيقة؟ اللي في الاختيارات ويشبه الوثيقة هو مين؟ الأم دفاع، رجال الأعمال. نقط: A choisi cette nouvelle capitale comme capitale numérique pour l'année 2021. يعني مين اللي اختار هذه العاصمة الجديدة أنها عاصمة رقمية؟ طبعا مجلس وزراء الاتصالات العرب اللي هي Le Conseil des ministres arabes des télécommunications. هي دي، وموجودة كمان في الوثيقة، سهلة دي، تقدر تجيبها بسرعة. السؤال التاسع: لو شوا دو سيت كابيتال اتير لاتونسيون، اختيار هذه العاصمة يجذب انتباه مين؟ طبعا يجذب انتباه الديريكتور دي زانتربريز انترناسيونال، مديرين الشركات الدولية. السؤال العاشر: بور الي على نوفيل كابيتال ايجيبسيان، علشان تذهب إلى العاصمة المصرية الجديدة، اون باسبار، بنعدي على مين؟ بنعدي على مين؟ القاهرة، سود ولا ويست ولا نور ولا إست؟ إست، هي الإست طبعا، شرق القاهرة، موجودة في الوثيقة. السؤال الحداشر: سيت نوفيل كابيتال إيه أن نقط دو كار، بتكون على بعد قد إيه من القاهرة؟ طبعا 45 كيلو، جت في السطر الثاني، هتبقى 45. الإيجيبت occupe la place 56 dans le classement mondial. مصر بتحتل المركز 56 في التصنيف العالمي. ليه بقى؟ grâce aux grands efforts gouvernementaux، يعني بفضل الجهود الكبيرة الحكومية. هي جت بالوصف، هي جت في الوثيقة بالظبط زي ما هي، فهتختارها على طول. مواقف: vous parler de vos activités le week-end dernier، بتتكلم عن أنشطتك في نهاية الأسبوع الماضي، dernier الماضي. vous dites، أنت بتقول إيه؟ بتقول je suis allé à Alexandrie، أنا ذهبت إلى الإسكندرية. السؤال الأربعتاشر: dans le métro on vous demande où vous descendez، يعني حد بيسألك في المترو أين تنزل؟ نازل فين؟ vous dites، أنت بتقول je descends à la station خشن، يعني أنا نازل في المحطة الجاية. السؤال الخمستاشر: votre ami vous demande ce que vous faites comme tâche ménagère، يعني صديقك بيسألك ce que vous faites، ما الذي أنت بتعمله كإيه؟ كمهمات منزلية، حاجة أنت بتعملها في البيت. vous dites، أنت بتقول إيه؟ بتقول je fais la vaisselle، يعني أنا بغسل المواعين. السؤال اللي بعده: vous demandez à votre ami sa boisson préférée، يعني انت بتطلب من صديقك مشروبه المفضل. هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك j'adore le café au lait، انا اعشق القهوة باللبن. vous avez mal aux dents، عندك ألم في الأسنان. vous dites، انت بتقول ايه؟ بتقول je ne peux pas ouvrir ma bouche، يعني أنا
لا أستطيع فتح فمي، ما بوش، ما أقدرش أفتح بقي. طب الجملة دي اللي هي je ne sucre jamais mon thé، يعني أنا مش بحط سكر للشاي أبدا. واحد يفتكر كده ويقول لي ايه، طالما انا مش بحط سكر للشاي ابدا، ما عشان سناني وجعاني، يبقى دي اجابه صحيحه. لا لا، انت مش بتحط سكر فسنانك مش وجعاك، انما لما سنانك وجعاك ايه اللي بيحصل؟ ما بتقدرش تفتح بقك. يعني انت لما ضرسك يكون وجعك وتحاول تفتح بقك عند دكتور الاسنان بتتعب. تمام، فانت بتختار الاجابه الاولى. السؤال ال 18، فوتر امي فو دي مونت، صديقك بيسالك، لو كو سي كوا، الكوع ده هو ايه؟ فوديت، انت بتقول c'est une partie du corps، انه جزء من الجسد. السؤال ال 19، vous parlez de votre activité à la campagne، انت بتتكلم عن انشطتك في الريف. فوديت، انت بتقول ايه؟ je fais de l'équitation، يعني انا بمارس ركوب الخيل، ده نشاطك في الريف. votre ami vous demande ce qu'il faut pour jouer à la pétanque، صديقك بيسألك ce qu'il faut، ما المطلوب، ما الذي يلزم لكي تلعب لعبة الكرة الحديدية؟ فوديت، انت بتقول ايه؟ بتقول الفو دي بول دو فير، يلزم كور حديدية. السؤال ال21، فو ديماندي ا فوتر امي سو كيل يا دون سون ساندويتش، يعني انت بتطلب من صديقك ما الموجود، سو كيل يا، في الساندويتش بتاعه. ال دي il y a du saucisson et de la salade، يوجد سجق وسلطة. السؤال اللي بعده، vous demandez à votre ami où il va pour acheter des accessoires، انت بتطلب من صديقك اين يذهب لكي يشتري اكسسوارات. il dit، طبعا je vais à la boutique، انا اذهب الى البوتيك. السؤال ال 23، votre ami vous demande quelle activité vous faites à la ferme، صديقك بيسألك اي أنشطة او اي نشاط بتعمله في المزرعة. فوديت، انت بتقول جو غاماس لزوف، يعني انا اجمع البيض. السؤال ال 24، فوتخ كوبان فو دوموند سو كيل يا، صديقك بيسألك ما الذي موجود، دون لو بوتاجي، في البوتاجي. فوديت، انت بتقول طبعا البوتاجي ده هو ايه؟ مكان لزراعة الخضروات. فايه الموجود في البوتاجي؟ إليا دي ليجوم، يوجد خضروات. أسئلة القواعد، الفو بوار نقط أو، يلزم أو يجب شرب إيه؟ مية. طبعا ما ينفعش التلاتة التانيين، ينفع أسي دو، يعني ما يكفي من المية، أسي دو. تمام، هل ينفع أقول أسي أو على طول؟ غلط. بوكو أو غلط، ترو أو غلط، لازم حرف جر د. تمام، مون كوبان بورت دي شوسور، يعني رفيقي بيرتدي حذاء. شوسور حذاء أو أحذية، جمع مؤنث، فهتختار مين المؤنث هنا؟ اوعى تختار بيج، لأن بيج مفرد. تنفع المؤنث المذكر بس مفرد، بس مين اللي ينفع للجمع؟ معهم، بني. طيب بعدها، لا مير دي ا سون فيس، الأم تقول لابنها نقطة لي، يعني رتب سريرك. هتختار الفعل فير المصرف مع الضمير تي، هيطلع مين؟ هيطلع ده. بابا فا نو نقط ا لا ستاسيون دو مترو، بابا هيعمل ايه في محطة المترو؟ المفروض اتوندر، ينتظرنا. في ناس غلطت وكتبتها اتوندون، ليه بقى؟ لأنها شافت نو قالت نختار فعل آخره ان اس، ولكن ما خدوش بالهم ان نو المرة دي هي ضمير مفعول وليس ضمير فاعل. مين الفاعل المرة دي؟ هو بابا اللي هو إيل. وخلي بالك ان الجملة هي مستقبل بسيط، تصريف فيرب ألي زائد المصدر. ادي تصريف فيرب ألي، يتبقى المصدر اللي هو أتوندر. السؤال 29، سا ني مدي نقط جو ديتست لو راب، يعني انا اكره الراب. سا ني مدي ايه؟ ده تعبير مكتوب على بعضه عندك في الكتاب، يعني ما يهمنيش، ما يفرقش معايا، فلازم تكون حافظه. سا ني مدي ريان، سا ني مدي ريان، يعني لا شيء بالنسبه لي، ما تفرقش معايا. جو في نقط سبور شاك جور، يعني انا بمارس الرياضه كل يوم. طبعا الفيرب فير ياتي بعده ادوات التجزئه، فتختار دو.
جو في دو سبور لأن الرياضة مفرد مذكر. 31 نقط مون افي لو سبور اي امبورطون بور لا سونتي، يعني في رأيي الرياضة مهمة بالنسبة للصحة. في رأيي دي اللي هي ايه؟ تختار ا. ا مون افي برضه لازم تكون حافظها لأنك بتقول اقتراحات في جمل مخصوصة لعرض الاقتراح أو إنك تقول الرأي. السؤال ال 32 فوز علي ا لونترينمون، أنت رايح التدريب. نقط لونترينور ا اون غريب، يعني الانترينور عنده انفلونزا، يبقى أنت رايح ولا مش رايح؟ لا مش رايح، نو. السؤال ال 33 فو مانجي أو سيلف، انت بتاكل في السلف في المطعم المدرسي. وي نو نقط مونجون، طبعا هتختار اي جريج لان المفعول المره دي، المفعول المره دي هو السلف، والسلف هو مكان ومسبوق بحرف الجر ا اللي هو ا زائد لو، فبتشيله وتختار بداله الاي جريج. بمعنى ايه بقى؟ نو زي مونجون، يعني نحن ناكل هناك. السؤال اللي بعده مون بوتي انفون نقط بير دي شا، طفلي الصغير يخاف، بير يعني يخاف من القطط. طبعا كلمة يخاف ده تعبير هو افوار بير، فانت هتصرف الفيرب افوار مع هذا الطفل الصغير مع مون بوتي انفون هيطلع لك ا بير ا بير. طيب السؤال اللي بعده نقط تو نو مابيل بلو، يعني انت نو والفعل وبلو، نو بلو يعني لم يعد، نو مابيل بلو يعني لم تعد تتصل بي. جرب ادوات الاستفهام كلها مش هينفع على كلمه بوركوا، لماذا بوركوا تو نو مابيل بلو، ليه انت ما بتتصلش او لم تعد تتصل بي. السؤال ال 36 على كامبانيا جيم مونتي نقط شيفال، طبعا مونتي شيفال تاخذ حرف جر ا، مونتي ا شيفال يعني الركوب على الحصان. السؤال السبعة وثلاثين اون بوتي دو لي، زجاجة لبن صافي كذا، صافي كومبيان يعني عاملة كام، ودي طريقة من طرق السؤال على السعر صافي كومبيان. الأدوات الاستفهام التانية ما تنفعش. السؤال الثمانية وثلاثين شاك جور جو مونج نقط سلاد، أنا باكل إيه؟ سلطة. طبعا السلطة مفرد مؤنث تأخذ آلية التجزئة دو لا للمفرد المؤنث. السؤال التسعة وثلاثين نقط ليموناد سي مون جو بريفيري، يعني الليمون هو إيه؟ عصيري المفضل. طبعا اوعى تتخدع وتفتكر ان بريفري مذكر وعصير مذكر يبقى ليموناد مذكر، لا الليمون نفسه مؤنث ولكن الليمون هو عصير والعصير مذكر، فانت تختار كده لا ليموناد لا ليموناد. السؤال الاربعين والاخير ميزامي امباسي الويكند، اصدقائي بيحبوا قضاء الاجازة فين؟ افيك نقط فامي، مع المفروض عائلتهم. هنا ميزامي جمع يعني إيل أفيك إس، ولكن المملوك عائلة واحدة. طيب إيل أفيك إس لما تملك حاجة واحدة هتبقى لير، تستخدم لير أو لير أو لير أفيك إس، فأنت كده هتختار مين؟ لير. يبقى أصدقائي بيحبوا قضاء الأجازة مع عائلتهم، عائلتهم يعني الأصدقاء دول كلهم عندهم عيلة واحدة. تمام يا شباب، تحياتي لكم، اشوفكم في الامتحان اللي جاي ان شاء الله سريعا. شير بقى شير لو سمحتم شير.